تبارك إلهنا كل حين الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور. آمين. آمين. سفر الرؤيا بدنا أولا نتكلم عنه أخواتي إخوتي. عادة لا يجوز علميا ودينيا ومعنويا أن نفسر كتابا من غير أن نعمل له مقدمة، شو هو هذا الكتاب. ولكن المقدمة الآن راح تكون مختصرة على أساس أنه نترك الكتاب نفسه يتكلم. الكتاب اسمه أبوكاليبسيس باليوناني، أبوكاليبسيس أو ريفيليشن بالإنجليزي. طبعا احنا نسميه الرؤيا بالألف، ممكن نسميه كمان المكاشفة، اللي ربنا يظهر لنا شيء. أسلوب الرؤى معروف في العهد القديم، مثلا حزقيال، سفر حزقيال فيه أسلوب الرؤى اللي هو غير عن أسلوب الحكمي. ومن الأمور اللي يتميز فيها أسلوب الرؤى طبعا الصور. شفت منارة، شفت رجل لابس أبيض، شفت حمل. في إشي من هاي الرموز سهل إنه نفك هذا الرمز، زي مثلا الحلة البيضاء الطويلة هاي ترمز إلى الكهنوت، الحمل المذبوح يرمز إلى السيد المسيح اللي قال عنه يوحنا المعمدان هو ذا حمل الله الحامل خطايا أو خطيئة العالم. ولكن في رموز ثانية كمان صعبة. لماذا هذا الغموض؟ أول شيء في غموض في الصورة. مثلا أقول لك الصورة اللي هناك مثلا فيها السيد المسيح وضع يده على قلبه، مثلا القلب يعني الحنان الرحمة. بس لو في رموز تانية في الصورة ممكن إنه مش كل الرموز تكون واضحة. كيف عندنا الإيقونات، كل إيقونة هي درس تعليم مسيحي. مظبوط. يعني ممكن تكتب كتب تفسير لإيقونة. مثلا إيقونة الميلاد، مثلا إيقونة الثلاث ضيوف اللي بزوروا إبراهيم اللي هي لروب ليف بظن الثالوث الأقدس، اللي داخل الخبزة اللي في الصحن مرسوم، لما تتعمق فيها مرسوم وجه السيد المسيح. فالإيقونة كلمة يونانية إيكون، هي صورة، هي رمز. وأيضا في سبب تاني للغموض. شو سبب الغموض؟ زي ما راح نعرف من أول فصل إنه هذه المكاشفة وهذه الرؤية تمت في زمن اضطهاد. وزمن الاضطهاد تقدرش تحكي بوضوح ولا لا؟ خليني أتذكر بعض ذكريات من طلابنا الفلسطينيين وسائر الطلاب العرب اللي كانوا يدرسوا في اليونان في زمن ديكتاتورية بابادوبولوس الجنرالات. شو كان اسمه؟ بابادوبولوس، يورغوس بابادوبولوس، يورغوس بابادوبولوس. طلاب العرب كانوا يخافوا يجيبوا، وأكيد بقى المواطنين كانوا يخافوا يجيبوا سيرته. فباباس باليوناني يعني خوري كاهن. فشو كانوا يقولوا بين بعض؟ جورج خوري. جورج خوري يعني يورغوس بابادوبولوس. ابصر إذا لساته حي ولا غادر هاي. مات. الله يرحمه، لا تجوز على الميت إلا الرحمة. مثلا في رومانيا كانوا يتصرصعوا من تشاوشيسكو. حتى في احدى الدول العربيه اللي احد رؤسائها هرب هريبه كان يقول لك اذا بسمعوك بس ذكرت اسمه يحطوك بالسجن.
إذن على زمن رومانية تشاوتشيسكو، على القليل أصدقائي أنا الطلاب العرب في رومانيا عمرهم ما كانوا يقولوا تشاوتشيسكو، شو يقولوا؟ الكندرجي الإسكافي. ليه؟ صبوش كبك كندرجي عشان نبقي كندرجي. فالطلاب العرب يقولوا الكندرجي، طبعا واللي مارق بقول كف عدس ما بفهمش إنه بيحكوا عنه. هلا سفر الرؤيا يقسم الى، طبعا منسوب الى يوحنا اللاهوتي، يوحنا الحبيب. عمره ما حدا شك او شك انه القديس يوحنا الحبيب في اخر عمره الله الهمه واراه هذه الرؤيا. بس تعرف بيطلع لك من السحبه، التلاح بيقول في النسله، بيطلع لك من السحبه خصوصا في الغرب والغرب المتأثر بالإلحاد، ناس يقول لك لا هذا مش يوحنا الحبيب، هذا يوحنا ثاني، الشيخ يوحنا، بالفرنسي جان لو بريسبيتر، يعني يوحنا ثاني. طبعا احنا بهمنا مين؟ الكاتب الرئيسي للكتاب المقدس هو الله. بس برضو حلو نعرف انه في هذا الكلام بذريعة، أنا دائما ضلهم يتحججوا بذريعة إيش؟ إنه الأسلوب هنا يختلف عن إنجيل يوحنا. طيب ما هو لماذا يختلف الأسلوب؟ لأنه اختلف الشخص ولا لأنه اختلفت الظروف واختلف النوع الأدبي؟ لما بيحكي لك عن حياة المسيح شكل، ولما بيحكي لك عن رؤيا بده يحكي شكل ثاني، ولا لا؟ زي نفس الكاهن اللي بوقف شايف يقول لك لسنين عديدة يا سيد، صح ولا لا؟ عن مطران أو بطرة الشعب، أو نفس الكاهن اللي بقول لكم يا جماعة مبروك وقت الزواج، ومن غير العمر لكم، لما في وفاة نفس الكاهن شو بقول لكم؟ العمر لكم، إلا إذا مرات بعد القوارن لما تتجوزوا بقول لك العمر لكم البقية بحياتك. إذا اختلف مين اللي اختلف؟ اختلف عشان هيك العريس بلبس أسود، اختلف الخوري والعروس تلبس أبيض، لأنه في الهند الأبيض للحداد. يلا منيح ما تنيلنا. طيب قال ليش الام بتبكي بشده وقت ما بنتها بتطلع عروس؟ ايوه ليش؟ لانه هي بتعرف انه البنت بدها واحد زي ابوها. ايوه حصلت علينا وعملت. نعم، اذا ماذا يعني نستنتج في من هذه الامثله اللي شوي ضحكنا منها؟ انه اختلاف الظروف وخصوصا اختلاف مش بس اختلاف الظروف أي المناسبات، بل عندنا اختلاف في الموضوع. نفس الطالب بقدم امتحان بالجغرافيا وبقدم امتحان في اللغة العربية، مش راح يكون هو نفس الأسلوب ونفس الكتابة وهو نفس الطالب. ليش؟ لأنه الموضوع يختلف. فبدناش نتكلم كثير، مع انه الاصل اصلا يعني او اصولا حسب الاصول لازم تنعمل مقدمه اكثر اكبر. خليني اقول عنصر اخير في هالمقدمه السريعه. يقسم معنويا وماديا سفر الرؤيا او المكاشفه الى قسمين: رسائل الى الكنائس السبع والرؤى. الرسائل هاي بقول لك الى ملاك كنيسة كذا، ملاك يعني فيها الأسقف المطران، والمدن هاي اكثرها في آسيا الصغرى، ما يسمى اليوم بتركيا الا فيلادلفيا ممكن تكون عمان. هلا القسم الثاني هو رؤى اكثر، بس حتى في الرسائل بيكون في رؤى ورموز كما نرى. عشان هيك نبدأ بالنص بعد إذنكم. سفر الرؤيا، رؤيا يسوع المسيح
أبوكاليبسيس يسوع خريستو. طبعا رؤيا يسوع المسيح، خلينا نقرأ النص تفضل. إعلان يسوع المسيح الذي أعطاه إياه الله ليري عبيده ما لا بد أن يكون عن قريب، وبينه مرسلا بيد ملاكه لعبده يوحنا. الذي تسمح لنا من أول، شو بقوله؟ اقرأ المكتوب من عنوانه. لأول وهلة يبدو أنه في شخصيتين مختلفتين، يسوع المسيح والله. منيح؟ هلا شو الإشي الغريب من أولها؟ أنه اسم يسوع يسبق اسم الله. معلش نعاود نقرأ النص. إعلان يسوع المسيح الذي أعطاه إياه الله ليري عبيده. منيح؟ أنو اسم سبق؟ المسيح. اسم المسيح. آخر آية من الرسالة الثانية إلى أهل كورنثوس، نحكيها في القداس البيزنطي، في القداس اللاتيني. يخارستو كريو يموني يسو خريستو يا غاكي تلثيو يكنوني يتوهيو بنمتوس متابانوني. نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله وشركة الروح القدس. أنو اسم سبب؟ محبة الله الآب. بس الآب مش موجودة في كل المخطوطات. إذا ماذا نلاحظ؟ اسم مين؟ أنو اسم سبب أول؟ يسوع المسيح. اسم يسوع. هاي أول ملاحظة لاحظناها. شو الملاحظة الثانية؟ راح تلاحظوا من هاي الآية عدد كبير من الآيات، زي ما بقولوا عن أهل القدس، معلمي معلمي يعني بعلمي. الميم بتصير باء والباء بتصير ميم، خصوصا لما الإنسان مرشح. بعلمي بحكي لك الله والمسيح، أنت بتتوقع إنه الأفعال والصفات اللي بتيجي بعدين تكون في صيغة الجمع، ايش بتلاقيها؟ بأني صيغة؟ مفرد. بالمفرد. خلينا نرجع نقرأ الآية من أولها. نعم. إعلان يسوع المسيح الذي أعطاه إياه الله ليري عبيده ما لا بد أن يكون عبيده. طيب عبيد مين؟ عبيد الله. مبدئيا عبيد الله ولا لا؟ طبعا. طيب شو بمنع ما يكونوا عبيد المسيح؟ مش بولس بقول عن حاله انا عبد يسوع المسيح خريستودولوس او دولوس خريستو يسوع؟ بدنا نكمل عبيده. طيب الامور التي التي ستحصل ما لابد ان يكون عن قريب، وبينه مرسلا بيد ملاكه لعبده يوحنا. طيب. الذي شهد بكلمة الله وبشهادة يسوع المسيح بكل ما رأى. هاي كمان مرة، الله ويسوع. طيب. طوبى للذي يقرأ وللذين يسمعون أقوال النبوة ويحفظون ما هو مكتوب فيها، لأن الوقت قريب. هلا في عندنا كلمة باليوناني هون، كايروس بالفضل، بس طبعا تلفظ كيروس. كايروس مش معناها الوقت بشكل عادي. الوقت هذا بشكل عادي يعني الزمان، الزمان في إلها كلمة تانية خرونوس. خرونوس يعني الزمان. إحنا كنا 2009 صرنا 2011، كنا في تحت الاحتلال كذا صرنا تحت الاحتلال كذا، كل هذا إيش؟ في الخرونوس. خرونيا بولا كرونولوجي يعني لسنين كثيرة. خرونيا. بس كلمة كيروس أو بالفضوها كيروس كمان، مش اليونان بالفضوها كيروس. كيروس تعني زمن خصوصي للنعمة، زمن خصوصي للنعمة. وزمن النعمة هذا أحياناً بيكون فيه إيش؟ صعوبات ومشاكل،
ولكن يكون زمن مميز. إذن لو بصح لي أنا بالعربي بترجم خرونوس زمان وكيروس أوان. أوان يعني في إشي وقت خصوصي هو وقت إيش نعمة، ولكن النعمة هاي كمان إيش بكون فيها وقت ضيقات وصعوبات. وزي ما حكينا قبل ما نبدأ التصوير في عبين ما تجمعنا هالجماهير الغفيرة موجودة، أيوة، إنه بالنسبة لي كلمة كنا نحكي عن الوقت كايروس كايروس الأوان والزمان. كان بدي أحكي شيء تاني معلش بيجي مع الحديث يعني خرونوس وكايروس. خرونوس كايروس بسيطة بيجي معلش. نعم الآية الرابعة. نعم يوحنا إلى السبع الكنائس التي في آسيا، نعمة لكم وسلام من الكائن والذي كان والذي يأتي ومن السبعة الأرواح التي أمام عرشه. طيب إلى الكنائس السبعة، طبعا في مثلا ترجمة شهود يهوى وهي ترجمة طبعا موجهة يهوديا بدهاش كلمة كنيسة، فبدال كنيسة إيش بتحط؟ جماعات. جماعات طيب في عندك يكون جماعة واقفين بالشارع ولا لا؟ ولا غلط؟ في عندك جماعة كذا، جماعة الطرب، جماعة يعني كلمة جماعة هي كلمة ايه؟ عامة. ما معنى كلمة اكليسية اللي احنا بعدين نقلت الى لغاتنا؟ جماعة المؤمنين. جماعة المؤمنين هي اساسها اك يعني من الخارج، كليسية من فعل كالو او كاليو يعني أدعو، معنى المدعوة من الخارج لكي تصبح وين؟ في الداخل. في الداخل. وطبعا لما مدعوة من هون ومدعوة من هون ومدعوة من هون، هذول اللي بيجوا مع بعض كلهم إيش بصير فيهم؟ كمان بيجتمعوا. إذن هي المدعوة من الخارج إلى الداخل، المدعوة إلى الاجتماع، المدعوة إلى التجمع. وهذا معنى بالعربي، هي عفوا مش بالعربي أساسا، يمكن بالآرامي كلمة كنيشتا. كنيشتا كنيشتو يعني التجمع، بس مش تجمع أي ناس، أي تجمع. إذا بدنا نجمع هلأ إيش؟ اليوناني مع الآرامي. اليوناني مع الآرامي شو بيطلع؟ مش بس مجرد جماعة، إحنا مدعوين من الخارج. شوف قديش منكون مشتتين، صح ولا لا؟ شوف قديش منكون خارج بيت ربنا. أنتوا بدون مؤاخذة لما جيتوا لهاي القاعة الصغيرة، صح ولا لا؟ من وين جيتوا؟ جينا من الخارج. الخارج هو إيش؟ عنصر تشتت. والداخل هو ايش؟ عنصر التجمع. البيت بيجمع، البيت بيجمع. الكنائس التي في آسيا، طبعا المقصود هنا آسيا يعني بالذات أكثر شيء آسيا الصغرى، اللي قسم كبير من هالكنائس اليوم موجود في تركيا. النعمة لكم والسلام. طبعا كم من مرة بنسمعها والسلام عليكم ولا لا؟ نعمة. على فكرة برضو في سفر العدد شو بقول؟ قل لهارون هكذا تباركون الشعب، انتو يا الكهنة. كيف تباركوا الشعب؟ كيف تباركوا الشعب ككل كأنه بني آدم واحد؟ شو بدك تقول للشعب؟ ليباركك ليرحمك الله ويباركك ويضئ بوجهه عليك ويرحمك، كمان مرة،
ويمنحك السلام. تعرفوا يقابلها بالعالم العربي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ليرحمكم الله، ليرحمك الله ويباركك، ليضئ بوجهه عليك ويرحمك ويعطيك السلام. نية بس بالعربي بنبدأ بالآخر السلام عليكم. هلا عنا طبعاً انتوا قاعدين زي أبو قاسم بيع الخيار، النعمة لكم والسلام. أتريتوا هالكلمتين هدول ينحطوا مع بعض؟ هاي عبارة عن تحفة أدبية، هاي معجزة. ليش؟ لأنه النعمة والجمال هاي كانت عند اليونان، السلام عند الساميين بما فيهم اليهود. اليهود شو بقول لك لليوم؟ شالوم السلام عليكم. ها؟ النعمة وإيش عند اليونان؟ النعمة والجمال. لليوم في اليونان لما بسلموا على بني آدم، مثلا ناس احنا هلا قاعدين بيجي واحد بدخل قلنا خيرتي 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 خارس، يعني النعمة ومعناها الجمال الحسن الحسن. طبعا بتتذكروا كلمة قريبة على خارس، كلمة خارسما، الكاريزما الكاريزما الموهبة. لما واحد يكون موهوب بقولوا عنده خارزما. كيف؟ جذاب، عنده جاذبية. خارزما ليش؟ لأنه فيها هاي الموهبة. إذا ينحط مع بعض زي في رسائل بولس، النعمة والسلام. هون إيش صار عندنا؟ محبة المسيح جمعت العبقرية، يعني عبقرية الإغريقية والعبقرية السامية. خلينا نشوف معنى السلام، لأنه السلام له معنى. عند اليونان يرجون لك، إيش يرجون لك؟ أن تكون جميلا، وأن تكون عندك النعمة، وأن تكون عندك الموهبة، وأن يكون عندك الفرح. افرحي يا عروسا لا عروس لها، خيره الفرح، النعمة، الجمال، الموهبة. الساميين بما فيهم العبرانيين والكنعانيين شو بيرجوا للإنسان؟ السلام. السلام يعني كمان السلامة، السلامة يعني إنه صحة جيدة، تضل في صحة جيدة. خلينا نشوف الرومان شو يرجون للإنسان. سالفي، سالفي إيش يعني سالفي؟ يعني الخلاص. نرجو لك الخلاص. أو فالي، فالي يعني كن قويا. سالفي فالي، أنا لما بروح على إيطاليا بعمل معركة بس يفلتوني عليهم هالمعكرونة، بعمل معركة ضد كلمة تشاو. تعرف في ناس بقولوا تشاو، حتى غوار بقول تشاو، ولا أبو عنتر بقول لك تشاو. ليش أنا بعمل معركة على تشاو اللي بعد تليان مبسوطين عليها؟ لأنه تشاو أساسها من لهجة أهل البندقية فينيسيا. تعرف أهل البندقية في بحر، فكثير بيجي أجانب، فالعمال الموظفين أو بدون مؤاخذة الشيالة من أهل البندقية لما يشوف واحد أجنبي خصوصا غني شو يقولوا له؟ مي سون سو ستشاو. ستشاو يعني بالتلياني سكيافو، يعني أنا عبدك. زي كان راح تسكيافو أصلها سكيافو، زي العتالة زي سكيافو. عبدك. سكيافو باللفظ تبع أهل فينيسيا ستشاو ستشافو. فشو صارت؟ تشاو. هي ستشاو ستشافو يعني إيش؟ أنا عبدك، يعني أنا عبدك.
زي كانت المرحومة خالتي خالة الوالدة ماري شو مرض عرفها أبو جمال. أجا واحد عندهم طبعا كلهم توفوا الله يرحمهم، سألوا قال له شو اسمك بالخير، شو اسمك بالخير؟ قال لهم عبدكم فلان ابن فلان، عبدكم فلان ابن فلان. طبعا احنا المسيح سؤالنا لا ادعوكم عبيدا بعد. اذا كلمة تشاو هو ايش؟ العبودية. السلام والنعمة لكم من مين؟ من الكائن، الكائن يعني يهوى، الكائن أون، هاي الترجمة اليونانية لما ورد في سفر الخروج فصل 3:13 وتابع، إهي آشير إهي الكائن والذي كان والذي يأتي. طيب مين هذا الكائن الذي كان الذي يأتي؟ ممكن نحكيها عن الله، ممكن نحكيها عن مين؟ عن المسيح. زي ما قلنا سفر الرؤيا باستمرار بيعطينا انطباع ان الله والمسيح مختلفين، بس بعدين زي ما راح نشوف عدة نصوص وقتها الفعل او الصفة بايش بيكون، بالمفرد ولا بالجمع؟ مفرد. بيكون بالمفرد. تفضل. هو من يسوع من يسوع المسيح الشاهد الأمين. لا قبلها معلش، الذي يأتي والذي يأتي ومن السبعة الأرواح التي أمام عرشه. سبعة الأرواح، من هي سبعة الأرواح؟ طبعا الملائكة. شو معنى يعني؟ كيف؟ شو يعني سبعة؟ هي الكمان صح؟ كمان. طب ليش يعني سبعة أرواح مسمين؟ يعني كل الأرواح الطوباوية والطوباوية والطغمات الملائكية الموجودة وين؟ أمام العرش الإلهي. أمام العرش الإلهي بدنا نتذكر مع بعض رؤيا، رؤيا الألف وين؟ في سفر أشعياء الفصل السادس. شو بقول؟ رأيت عرش إله الصباؤط، الصباؤط يعني الجيوش، وشو كانوا؟ السارفيم والكاروبيم، تعرفنا أحلى هاي الليتورجية البيزنطية، وبعدين الكاهن بصير يدق على الصينية، نشيد الظفار مرنمين وقائلين إيش؟ قدوس 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 قدوس، التريساريون يعني ثلاث مرات قدوس، لاحظ ثلاثة قدوس قدوس قدوس. معلش طالما وصلنا حاكين عن قدوس الرب إلى الصباط، شو بعدين؟ السماء والأرض مملوءتان بالمجد. السماء والأرض هاي من عنا من الليتورجية، بس في النص الأصلي ملء الأرض مجده، ملوها أرث كفودو، وكمان باليوناني الأرض مليئة من مجده، بس الكنيسة وجدت من المناسب إنه إيش تقول؟ السماء والأرض مملوءتان بمجده. نتذكر وقت مزمور 18 باليوناني اللي هو 19 بالعبري، شو بقول؟ السماوات تنطق تذيع بمجد الله، والفلك يخبر بما صنعت يداه. السماوات تنطق بمجد الله، والفلك يخبر أو الفضاء يخبر بما صنعت يداه. تفضل كمل. ومن يسوع المسيح الشاهد الأمين البكر من الأموات ورئيس ملوك الأرض. في عنا في بعض الأوساط بيقول لك إنه في عبارات يعني بحاجة إلى تفسير، مثلاً الشاهد الأمين باليوناني بيستوس، بيستوس معناها أمين ومعناها جدير بالثقة، أمين وجدير بالثقة. هلا هون الشهود يهوى الفئة بيعملونا قصة عليها، بقول المسيح ما قالش لتلاميذه لما نقول لهم طيب المسيح
ليش بتسموا حالكم شهود يا هو؟ ما انتم مش مسيحيين. المسيح سؤال لتلاميذه، ستكونون شهودا لي يا هو؟ لي. ستكونون شهودا لي. طب ليش انتم بتسموا حالكم من سنه 1931 الفرع الاساسي؟ طبعا بعدين في 18 فرع تفتتوا وتشتتوا من اقل من 100 سنه يعني. طب ليش بتسموا حالكم شهود يهوى؟ والمسيح قال لتلاميذه انتم ستكونون لي شهودا. ايسستي مو مارتيرس. شو بقول لكم؟ لانه المسيح نفسه هو شاهد امين ليهوى. شايفين وين اللفة اليهودية؟ الدورة اليهودية؟ المسيح احنا بنسمي حالنا شهود يهوى، مع انه المسيح قال ستكونون شهودي انا، ها؟ طيب ليش انتم مش رادين عليه؟ بقول لك لانه هو شاهد امين ليهوى، فاحنا ضلينا على ايه؟ على نفس الشيء. على انه احنا شهود ليهوى، والمسيح كمان ما هو معنا وزينا وقبلنا شاهد ليهوى. معناه انت مش ماشي على كلام المسيح ولا لا؟ ماشي على كلام المسيح؟ بتفهم. المسيح قال لك اشهدوا الي. يعني بدونش يعترفوا بالمسيح. معناه بشكل غير مباشر او حتى مباشر ايش؟ انكار للمسيح. وفعلا الآية اللي استخدموها سنة 1931 في مؤتمر كولومبوس اوهايو في الولايات المتحدة، شو كانت؟ اشعيا. احنا اسمنا شهود يهوى لانه مكتوب في اشعيا فصل 43 آية 10 و 12 أنتم شهودي يقول يهوى. ما بدك حدا يعرف جدل يعني. هاي المشكلة. ما وليش إحنا موجودين هون ولابسين كل أواعينا؟ وهينا مصور كمان على اليوتيوب. إحنا الأساس إحنا شهود يهوى الأساس. بدك تعرف شو الجدل. أساساً أول مرة بينوا فيها سنة 1950. يعني بعد صلب المسيح. 1920 سنة. هي أنا أتذكر أبونا قبل سنتين كانوا كاتبين مقال الدليل على إنه التلاميذ الاثناعش كانوا شهود يهوى. مع إنه المسيح سألهم ستكونون لي. ليش ما قالوا له لا يا أبو الشباب إحنا شهود ليهوى ما أنت كمان ولا لا؟ طبعا هذا لا، هذا يعني ايش؟ لما السيد المسيح قال لتلاميذه ستكونون لي شهودا، استشهد المسيح بايش؟ باشعيا 43، لان اذا المسيح هو يهوى. الايه اللي يهوى حكاها عن نفسه مين راح يحكيها؟ المسيح. المسيح. وايش راح نشوف هون؟ عبارات بحكيها سفر الرؤيا عن الله، نفس العبارات بحكيها عن مين؟ مسيح. عن يسوع. أنا الألف والياء. يبدو إنه هاي كلام بيقوله الله العزة الإلهية، خلينا نقول يهوى، مع إنه له عدة أسماء مش بس يهوى، الله إلى آخره، القدير العليم و عتيق الأيام واحدة من الشغلات. نعم. وإيش بنلاقي؟ إنه أنا الألف والياء بحكيها المسيح. نقف إلى هذا الحد اليوم. زي ما بقولوا ما تقلنا العيار في التفسير على هالأساس، ممكن إنه إن شاء الله الأسبوع الجاي لسه نرجع على بعض الآيات. فاللي بطلبه هلأ من أفضلكم إنه تحضروا الفصل الأول لحديت آية 11. و هاينا برجع للملاحظة اللي قلتها في الأول وقت شريط الأسبوع. هاينا قاعدين جينا وسط المطر، وجودنا هون شكر لربنا بمناسبة المطر اللي دائما كنا نحلم فيه حلم، كنا خايفين تمر هاي السنة مثل اللي قبلها قاحلة زي اللي قبلها. شايفين إمتى الإنسان بحس أكتر ضرورة الوعي والمعرفة؟ لما لا سمح الله بتيجي صدمة في داخل الأسرة
بتذكر واحد كان يحكي لي عنه أحد مدراء مدرسة مدارسنا، هذا آخر شيء بدنا نحكي اليوم. راح على إفريقيا زيارة لشغل من منطقة بيت لحم، إنه هالشاب يرجع زي ما بيقولوا أهل القدس لا سبيل، ما رجعش. يسألوا عنه ما حدا معاه خبر وين راح هذا الشاب. في الآخر بعد كذا سنة بيّن، التحق بإحدى البدع الهندية، أجى عبيت لحم يمشي زي المهابين، لابس تقريبا زي الرهبان البوذيين ولا الهندوسيين، حالة شعره حالته بالويل، ريحته من هون من هون لرطاس، بخور وكري وتندوري. طلعوا على هذا الشاب اللي تخرج من مدارسنا، شو صار في مخه؟ ما حدا ما كان منبه على هاي البدع، وقع بالفخ. وتذكر كنت قبل 30 سنة في إحدى مدن أوروبا، واحد من غير اليوم مدير مدرسة الله يرحمه كان يساعدني في الوعظات اللي كنت أكتبها يصحح لي اللغة. وبعد ما ننتهي من تصحيح وعظاتي يقول لي من غير اليوم يا أبونا صلي عشان بنتي، آخر واحدة من بناتي. ما لها يا أستاذ؟ ولا حرف. أتريت هاي البنت حملت حالها من البيت وراحت مع فئة هندية في وسط أوروبا، الجورو اللي أنا بديش أسميهم كم جورو، بسموه تعرف جورو، صار إيش، غيرت اسمها، غيرت لبسها، تأخذونيش بهالكلمة مع الاحترام لربنا، انقلبت خلقتها. كل يوم مع شاب، كل يوم سطلة شكل، وهيها لليوم مات أبوها الله يرحمه في حسرة، في حسرة على هالبنت. خواتها إخوتها بتركوش الكنيسة، كيف طلعت هاي البنت، كيف فعطت هيك ترباية جيدة. ها شو كان ناقصها؟ المعرفة. لو بتعرف مين هم هدول الجورو، ولا بديش أقولكم جورو، كانت تبعتهم، دمرت والدها، دمرت بيت أختها، بيت أختها، أختها يعني كادت تصاب بانهيار عصبي، تهمل أولادها الخمسة بسبب هم أختها. هذا أبونا أنا باعتقادي إنه هاي الأمور، أنا باعتقادي عبارة عن اضطرابات نفسية. كمان أنا باعتقادي هاي يعني كان ممكن إنه عن طريق